تفضل. مدام رجاء امي ديستريكت وزفي اجونس تيك اجونس جيستيون. بون احنا عندنا 4 سنين وحنا من حيش جينا الحقيقه فرحنا بيه من الاول حسيناه يحب لي زاجون قلنا شكون شيف ديستريكت نتاعنا اللي هو سي منير الغابري حسيناه الحقيقه فرحنا بيه الناس الكل حسيناه كانه معناها ساوى ما بين لي زاجون ما بين الاطارات قلنا شيخ تعنا يا اخي بعد بدينا نكتشفوا بشويه بشويه الضغط ساعة على لي كادر اللي فريمون لحالهم مسؤوليتهم الكل جمادهم يعني كادر عباره على يحط جوست في الكاشي هكا هو عنده كاشي ويصحى ابار سا هو اللي يتصرف في كل شيء كل شيء يتصرف فيه هو عليه سقيت زفينا يعني وحتى لابروفوني انه جاء مره مواد قال له اني مسؤول وهما نحرك فيهم كلي ماريونيت يعني حرك فيهم كلي ماريونيت والحقيقة معناها من بين الزملاء برشا زملاء ظلمت برشا ما نجمش نحصيهم لك معناها عدد الزملاء على أقل حاجة أقل حاجة اللي تتصورها على بالك على روتار يتسبل على كونتور تبدل باريرور زميل يتهان ويولي باش ياخذ رشوة على زميلة طلبت ميتون تكسرت في نوتها زميل طلب كليماتيزور فريغو معناها اطارات تهانت اهانات ما تتصورهاش على بالك معناها زميل اخر شعر على دخله للحبس سلامة سيدو يعني فريمون ما نجمش نتصور لك ما يسمعكش في نقله ما يسمعك في شيء لا في نقله لا في حسيلو اون تو ليكا لاجون بالنسبه لي هو ما يساويش تصرفات غير اخلاقيه يصور فينا يصور في الاعوان اثناء تاديه الواجب نتاعها اثناء تاديه الواجب نتاعها لان نسرقوا لان نخطفوا نخدموا هاني عامل استقبال عندي الكلوار نتاعي ناخذنا فيه صورني لهنا مانيش عارف شنو وصلت حتى للمدير الجهوي ممارسات بوليسيه ممارسات بوليسيه فهمني لا القانون نتاعو خولو لا البوفوار نتاعو خولو هذا في القانون يقول له سما ارسلمون تعدى على الشخصيات العامه هذا دونا طلبت ماني اني 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 تكنيك اني في التكنيك من 2006 من 2006 قلت له ما حاجش بيه البوست اللي حطيتوني فيه قال لي دلال ياسر دلال وقت اللي كيما يعجبكش اني في 24 ساعه نحاولك للساعه اللي هون من 2006 نستنى فيه اني من بين العباد مثلا تعمل لي سابوتاج كلام خرج فيه هو كشخصه تقال لقاني اني الفريسه اللي باش يذبحني لانه هذيك ولد فلان وهذيك راجلها مالوغوزمون باش نقولها في الشعبه رئيس الشعبه اعطاني اني كيستيونير محمود بن حميد ايوا اعطاني زميلتي كيستيونير وقبل الكيستيونير ساعه قبل الكيستيونير كنت نخدم في سوايع زايده نحاهم لي وبدا معناها بدا يعاقب فيا تدريجيا معاقبه وحسيت قلت ربي يسترني كنت نمشي لزميلتي نقول لها ربي يسترني محضر لي حاجه نمشي لها نبكي في البيرو نقول لها محضر لي حاجه بعد لا وتفاجات انه دوسياتي تتسرق من بيرويا تسرق دوسياتي من البيرو اونتر ميدي او دو باش نكون واضحه في الوقت اللي انا رايح فيه لداري نص نهار ونص الماضي ساعتين انا وقتها في داري يعني نروح نحط ساكي ونروح نمشي لداري نص نهار ونص بارازار نهارتها بالذات سرقوا وتهزوا نهارتها بالذات يجيو جماعه يصلحوا يجيو الاولاد يصلحوا في اللامبيت من فوق وتتسرق لي دوسيي ونجي العشيه اني تتعمل لي تمثيليه نتفاجئ الا بدوسياتي موجوده نمشي نتصل بشيف ديفيزيون تاعنا تتصدم تقعد بيت تقول لي شنو الحكايه قعدوا بيتي لكن هما باهتين ومش باهتين خاطر قبل الشيف سيرفيس اللي هو سي اشرف سرقت له البياس دو بايمون تاعو من بيرو زاده يعني ماهيش اول مره تتسرق حاجه من البيرو يعني ماهيش اول مره يعملها حاجه كيف هيك سرقت بعد يهبط لي عقوبه يعطيني كيستيونير انا وزميلتي ونقول له قول لي دوسيي راهم ما تسرقوش وديما ندخل بمفتاحي ونخرج بمفتاحي وبعد يهبط لي زميلتي بيان سور لانها نعاود نقول راجلها رئيس شعبه ما تتعاقبش واني ناخذ محمود بن حميده واني ناخذ ميزابي 3 جوغ ظلم في ظلم في ظلم ما عنديش حتى شيء عليها وبعد العقوبة يا بوك تحل فمك ولا تكلم ولا تواجه ولا يستحيل ينجم يهينك نعرفش يعني زميل مثلا وجهه بالحجامة كل خو دينار باش تحجب يهان الراجل ما نعرفش برشا زملاء يرى مجرد انه يرق حتى طرف
في لحية، قل له خذ دينار، يعني قمة الإهانة، قمة الظلم، مستنصر قل دعوة رئيس منطقة. وهذا الكل لأنه هو عنده شكون في البرلمان، احنا هكا سمعنا، وعنده شكون زادة يخدم في المنطقة، قل دعمه في حمد رئيس منطقة، رئيس منطقة كان مسخر راسه بيهم خو في حسين. وما قلكش زميلة، زميلتنا حبت تلبس الحجاب، قالها ما تلبسش، هددها، نحل بالفعل نحل حجابها زميلتنا، نحل الجامعة في البستير، نحل كانوا زملاء يصليوا. هذيك الكلمة اللي قالها خير لايك في الصلاة، احنا القانا نصليوا، يعمل سي جراف سي كوفو فاتسا، سي تري جراف، معناها نصليوا، احنا زملاء نصليوا وحدنا في البيت في التواليت، معناها شي رد مرابيين، معناها قال سي تري جراف، وطريه في الأرض. لا وفي الوقت 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 حابين نجدوا الشعب نتاعنا قبل ما يصير الانقلاب المبارك هذا، حابين نجدوه الشعب نتاعنا، ردوا لي اني اتهموني قالوا لي انت خرجت من البوست نتاعك واني ما خرجتش، اتهموني باطل، زوروها فهمني، جا 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 قالوا لنا انتم من المعارضين، انا جماعه انتم الاتحاد معارضين، معناها واحد حشاك ما يسوى شيء سي محمود بن حميده اتهمنا احنا معارضين. لا خلينا نجبد احنا قلنا معارضين ومش لعبنا بخبزتنا وخبزة صغارنا، وصل الواحد عاش في رعب، معناها هي شعبة في ستايل الله أعلم بها، والموجودة في الخريطة في العالم فهمني، وصل الواحد عاش في رعب بهذا السي محمود بن حميدة ومعاه رئيس الإقليم المخلوع، رئيس الإقليم المخلوع هذايا اللي جاي، معناها جاي نقمة للصلاحية، جاي نقمة لأن نحن وبرشا ممارسات، وقت اللي خذينا احنا سيرتيفيكا تاع ستيك هذه نقولها أنا قدام الناس، خذيناهاش راهو مريكا، أنا ماناش مريكي، نزينو حتى كي تجي أوديت لنا الستيك ما نمدوش الدوسيات الكل، نبداو أون سيليكسيونيو في الدوسيات باش هو السيد يخرج ديما نظيف مريقل، اخرج والسواحلية كل ردة سراء قدام ستاك العرفات والكبار، ها انا جبت من السواحلية مليار، دخلت مليار من السرق باش خذا كرهة، وقت اللي هو عطاه كيما هكاك عطوا له قول ساك يباركوا له يعطيك الصحة، كل ظلم للعباد، وهذا كل كان مش صحيح، ظلم المواطنين حتى تم في القانون يقول لك ما تفوتوش عام، كونتر كاسيح ما تفوتوش عام، هو يضرب بالعامين وبكذا، اللي عمرنا ما سمعنا بختية توصل 50 مليون سمعناها، صدقني ما بقولي قدامي خفت عليه يموت 50 مليون بختية، ناس بالظلم ويبدا يحكي معاك ما يغدرلكش وجهك، باش كي نخرجوا لابوني يعرف ايش حكينا، هو السبب نتاع التعسف نتاع الاداره، هو قص على لابوني من غير ما تشاور من غير ما تكلموا، قص عليه وافصل، ثم الاداره عطات لي كوبور، عطاتهم فافور باش ما يقصش عليه، تعطيه نهارين في يده، ما حبوش جا شكون شكلك اني في الكليونتين، نعرف المواطن شنو هو فهمني، يقول لك جاي تشكلك المواطن، لا نعم جاي تشكلني، مادام الاداره عطاته فافور 48 طبق القانون يا اخي، ولا تحب تعمل قانون وحدك؟ طبق قانون يمارس تعسف داخلي خارجي، فاسيليتي كنا قبل وحدنا نعملوها في لاكي يجيني فيديو كذا نساعدوه، شوفوا توا ردها بالقانون نعملها دوموند وتطلع له اللي هو بيتاخذ الساعه وحتى الساعه ويتم عليه الموافقه الكل، وحتى الاكثريه 80% عنده من الموافقه، حتى كانوا وافق على اربع مرات، بالساعتين كان داخلي نعرفش رئيس دولة ما يعملهاش هذه ماشي على وجوه وقتها، وما بلكش
وساعات تصير حاجه هل قرروا في مخه صحيح يمشي بيه هذا كي لا يستشير يقول غلط ولا صحيح اذا قرر حاجه يمشي فيه للاخر وتعصب وظلمني انا وظلم زملاء اخرين زيد أكثر من كيف أشيل مع المناولة زيد أتوم أشوف هذه مزيف هذه ريت هذه كلها مزيفة كل كلها مزيفة هذيك هذيك السياسة الجولة زيرو 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 صفر مش صحيح مش صحيح الشمس والغرب حاشتهم باك شهادة لأغراض شخصية يحبوا يبيعوا سداق يحبوا العرش احنا سداق سداق المواطنين هذيك سداق بتاع تونس بتاع الدولة بتاعنا الناس الناس والدحشة من نقول انا جونستيك نخاف اصلا نخاف ولد نخاف اللي يضربوني 400 نقول له جونستيك اللي من 120 دينار بروس موفر فيه ولا 1,300,000 يطلع